احييكم من الشرقيه نيوز، معكم دينا القصوص في منشات احمر. لنبدا بالعناوين. الكاظمي يزور موقع مجزرة جسر الزيتون في الناصرية التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. بعد ساعات على إعلان قيادة العمليات المشتركة توصلها إلى خيوط مهمة بخصوص إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء، سقوط صاروخي كاتيوشا في منطقة الجادرية جنوبي بغداد ما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين. اتصالات حثيثة على أعلى المستويات تجرى في بغداد لتهدئة التوتر الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية. وزارة المالية تنتظر تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، واللجنة المالية النيابية تحذر من إفلاس العراق. لم تمر ساعات على إعلان قيادة العمليات المشتركة التوصل إلى خيوط مهمة تتعلق بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء حتى تجددت تلك العمليات بقصف جديد على منطقة الجادرية. رسائل الكاتيوشا هذه تأتي مع جهود الوساطة الموكلة إلى المبعوثة الأممية للعراق جنين بلاسخارت لتهدئة الصراع الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية. إلى التفاصيل. خلايا الكاتيوشا وسط أجواء أقل ما يقال عنها أنها متأزمة، صاروخان جديدان كانت وجهتهما صوب منطقة الجادرية وسط بغداد. خلية الإعلام الأمني سجلت سقوط صاروخين انطلقا فجر الاثنين من منطقة حي جهاد، حيث سقط أحدهما خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، بينما سقط الثاني قرب مكتب للخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشر أي خسائر بشرية. يأتي تكرار عمليات القصف هذه في ظل مساعي حكومية تبذل من أجل تأمين مقار البعثات الدبلوماسية التي تخشى على أمن موظفيها والعاملين فيها، لكن تبدو محاولات إحراج الحكومة واضحة في استمرار التصعيد ووضع العراق في عزلة دولية كما يحذر مراقبون. انزعاج أمريكي عبر رسائل كثيرة حذر فيها وزير الخارجية مايك بومبيو من عواقب عمليات القصف المتكررة، حتى وصل الأمر إلى التهديد بغلق السفارة الأمريكية لدى بغداد قبل أن تتحرك الحكومة لمنع تطبيق هذا التوجه الأمريكي الذي قد يترتب عليه ثمن باهظ. المبعوثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت تحاول هي الأخرى لعب دور الوسيط لتهدئة الأجواء عبر لقاءات مكوكية لتجنيب العراق من الصراع الأمريكي الإيراني على أرضه، لكن صواريخ الكاتيوشا ربما تنسف كل هذه الجهود وتهدد بمشهد بانتظار أن تقرره المواقف الدولية. وبموجب التزامات ومواثيق دولية فإن العراق ملزم بحماية أمن البعثات الدبلوماسية على أراضيه، وبخلافه فإن العراق قد يخضع لجملة عقوبات كما يقول مختصون في القانون الدولي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ الأمن الوطني سيد حسين علاوي من بغداد. أهلا بك معنا سيد علاوي. كيف تفسر تجدد عمليات القصف بالتزامن مع جهود وساطة تبذلها المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت مع الفصائل؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على ضيوفك والمشاهدين الكرام. أكيد هذه الفصائل على ما يبدو رفعت سقف المطالب في المفاوضات التي تجري معها من قبل أطراف متعددة، كانت أطراف للقوى السياسية وكذلك ممثلة المجتمع الدولي الذي تمثل الآن صوتا دوليا في محاولة الضغط على هذه الجماعات على ما يبدو. لكن بالمقابل هذه الجماعات تتوقع أو ما زالت تستثمر الظروف الموجودة في البلاد، وهو إحراج الحكومة العراقية أمام البعثات الدبلوماسية، وكذلك بالمقابل ما حصل من قصف للتحالف الدولي في الأراضي السورية، قيل إنه في الأراضي العراقية، وهو ما تحدث به متحدثين عن الحشد الشعبي، قالوا إنه لم يحدث هنالك قصف، ولكن سوق في السوشيال ميديا أن هنالك قصف لبعض الألوية، لكن بالمقابل هذا القصف كان في الأراضي السورية، وبالتالي هنا لعبة التصعيد ولعبة سقف المطالب. أنا
أتوقع أن هذا الموضوع هو فيه تحدي كبير، وأتوقع أن الشرعية الثورية التي تمتلكها هذه الفصائل الصغيرة التي وصل عددها 17 فصيل كما تعلم في بيانات حقيقة على مواقع السوشيال ميديا بتبني هذه العملية أو تلك، سواء بقصف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد أو كذلك الأرتال العسكرية، مقابل الشرعية الدولة، وشرعية الدولة هي الأكبر، لكن بالمقابل ما زال الوقت يحدده القائد العام للقوات المسلحة وكذلك القوى السياسية العراقية، وهنالك الآن توافق قريب بين القوى السياسية العراقية والقائد العام للقوات المسلحة. لعبة الانقسام خطرة جدا، لأن معناها انفراط الدولة والذهاب باتجاه اللا دولة، وهذا بالتالي صعب جدا على العراقيين أن يتحملوا هذا الموضوع، ولذلك قد يتم تدارك الهدنة التي جرت خلال الخمسة أيام الماضية باتجاه عدم ضرب المنطقة الخضراء والبعثة الدبلوماسية الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء. إذن السؤال الأساسي بعد أن ذهب ضحايا في حادثة المطار، والآن ذهبت أموال مواطن في سيارة مدنية، وكذلك بالمقابل القصف الذي طال مطار أربيل، هنالك تحدي كبير أمام الحكومة العراقية من جهة، وكذلك بالمقابل القوى السياسية العراقية التي لابد الآن أن تعطي الشرعية والغطاء السياسي للعمليات العسكرية الدقيقة التي قد تكون على أساس التحييد وليس المواجهة. ما نعم زلنا تحديات الآن في بالتأكيد بداية تحديات الأمر أمنية عديدة تواجه. أربعة نعم أشهر تحديات أمنية. الأمور. نعم تحديات أمنية عديدة تواجه الحكومة اليوم، لكن إذا ما وصلنا إلى تلك الصواريخ التي سقطت أمس على الجادرية، هل هي رسالة يراد إيصالها بأن الفصائل غير مسؤولة عن هذه الممارسات وأن من يقصف هي جهات غير معروفة الانتماء؟ يعني لا أتوقع أن الآن هذه الجهات تتوقع أنها غير مراقبة إلكترونيا أو جويا، نتوقع أن الفضاء الجوي العراقي مراقب بعدد من الأقمار الصناعية، وهذا معروف عند المختصين حقيقة في هذا المجال. فبالتالي الصور الجوية إن أرادت الحكومة العراقية مقاطعتها مع المعلومات لتعريف القوى السياسية العراقية بحجم المشكلة والأزمة الكبيرة التي ورثتها من الحكومات السابقة، لأن هذه الجماعات التي تشكلت جديدا أو كذلك تولدت من خلال المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الفصائل التي تواجهت مع الولايات المتحدة الأمريكية، هم معلومين وهم معروفين في هذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع الأساسي الآن أتوقع. هل إننا نحتاج إلى أن تستمر هذه الظاهرة أم تنتهي؟ أتوقع أن هنالك حاجة مجتمعية أكثر من حاجة الدولة والحكومة العراقية في الذهاب إلى السلم والحفاظ على الوضع الاقتصادي، وكذلك بالمقابل الحفاظ على الوضع العام في مواجهة جائحة كورونا. لكن بالمقابل هنالك على ما يبدو يريد أن يزاحم الحكومة على ملفات أخرى غير الملفات المفتوحة، إن كان ملفات الوظائف التي يطالب بها الشباب في الشارع العراقي، وكذلك الرواتب والمرتبات الحكومية، وكذلك بالمقابل مطاردة فلول داعش الإرهابي الذين هم ما زالوا قوة متحركة في المناطق المحررة، وكذلك بالمقابل ملف حماية البعثات الدبلوماسية الذي فتح لمحاولة إشغال الحكومة بعودة الدولة العراقية وإحيائها من جديد. يعني قبل الدخول في تفاصيل الحلول التي يمكن للحكومة أن تقوم بها، أريد أن أسألك عن أن هذه العمليات التي ذكرتها جميعا التي لربما خلطت أوراق الأمن في العراق، إلى أي مدى تحرج هذه العمليات حكومة الكاظمي التي أعطت التزامات دولية بوقف خلايا الكاتيوشا؟ يعني أكيد أولا أكو تفهم كبير جدا أمام السفارات العاملة في العراق، وهذا كان ما واضح جدا في الخطاب الذي جمع السيد رئيس الوزراء مع السفراء 25، وكذلك البيان الذي أصدروه لدعم الحكومة العراقية ودعم الشعب العراقي. الكل متفهم لوضع العراق وللجهات والأطراف التي قريبة من الجانب الإيراني التي تريد حقيقة أن تدخل العراق عنوة في الصراع الأمريكي الإيراني، لأنه لا يوجد لا ناقة ولا جمل لنا في هذا الصراع. الإيرانيين هم لديهم دولة ومصلحة عامة واستراتيجية، والأمريكان كذلك لديهم مصلحة عامة واستراتيجية، ولديهم دولة قومية عظمى تحكم العالم، يعني وتتحكم بالعالم.
فبالتالي أتوقع أن من يتوقع أنه ممكن إدخال العراق هذا صعب جدا، وهذه خيارات صعبة واجهتها الآن المرجعية فيما أشارت إليه عندما التقت بممثلة الأمين العام المتحدة والقوى السياسية العراقية في مقدمتها السيد مقتدى صدر، كان واضح جدا أنه يجب أن نبعد العراق عن هذا الصراع، القوى السياسية التي اجتمعت مع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية. لكن هنا الأحجية الأساسية، سيد رئيس الوزراء ما زال يقول أن هؤلاء الذين يطلقون هذه صواريخ الكاتيوشا هم عراقيين، وهم لديهم رؤية وتوجه وأفكار، وأنا أتفق مع هذه كذلك الفكرة باتجاه أنهم يبنون دولة ويتوقعون على وفق نهجهم يبنون دولة. لكن هذا السلوك الذي الآن هو سلوك مستمر ليحرج الدولة العراقية ويحرج حكومة السيد الكاظمي، في الأخير هو سلوك لا دولة، وبالتالي الدولة التي الجميع يحلم بها إن كان المتظاهرين والمحتجين وإن كان المواطنين وإن كانت القوى السياسية التقليدية التي حكمت البلاد على مدى 17 سنة، أن نبعد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني، لأنه صراع مكلف وصراع قد ينقلب بين ليلة وضحاها انفاز الجمهوريين، وبالتالي سيخسر العراقيين الذين راهنوا على رهانات خاسرة جدا في هذا الموضوع. أنا أتوقع أن هذه المشكلة الكبيرة، وهذا ما لاحظناه بالمناسبة، أنا أضرب مثل بالحرب على داعش عندما تفاوض اللبنانيين والسوريين مع جماعات إرهابية واقتربت من الحدود العراقية السورية وكادت تولد لنا خطر في الحرب، ونحن كنا قريبين على الانتصار في معارك الأنبار الأخيرة، وهذه كانت مشكلة وتحدي كبير، وما زال هنالك تحدي على الحدود العراقية السورية. أتوقع أن الرهان على الحرب هو كان خاسر، الرهان على السلام هو الطريق الجميل. نعم أستاذ حسين، حتى تبقى يعني الدولة قوية أمام العالم وحتى لا ندخل في عزلة، على الأمن أن يكون قوي في العراق، إذن ما الخطوات الجريئة التي يمكن للكاظمي اتخاذها في هذه الأيام؟ لا يوجد في هذه البيئة التي نعيش بها الآن، وهي أنه الجماعات التي هي دون الدولة تتوقع أن لديها قدرة وسلوك أكبر من الدولة إلا الحوار، لأنه المواجهة صعبة ومكلفة للجميع، وكذلك آثارها على المجتمع صعبة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والظروف الصحية، وكذلك بالمقابل المسار الآخر وهو استخدام الجهد الدولي، وهو صعب جدا أن نأتي بآلة عسكرية مرة أخرى ونفتح بلدنا للصراع والمشاكل والتحديات الكبرى. فبالتالي أتوقع أن الخيار الأمثل للحكومة العراقية والخيار الأمثل كذلك للقوى السياسية العراقية أن نسير بالحوار. العديد من تجارب العالم التي كانت تواجه أناس متمردين وأناس خارج السلطة وأناس تتوقع أنها بقوة الدولة تواجه أطراف دولية عملت في بلدانهم، وبالتالي كان الحوار هو المسار الأسلم لكل التحديات. لكن بالمقابل من يصمم الحوار ومن يقود الحوار ومن يلعب دور الوسيط وما هي الصفقة التي تحدث؟ إن كانت صفقة لاستقرار البلد فأهلا وسهلا بها، وإن كانت صفقة لاستقرار السلطة فلا أتوقع أن السيد الكاظمي طبعا سيقبل بها، ولا كذلك بالمقابل القوى المجتمعية والقوى السياسية ستقبل بها وهي القوى العقلانية. لكن بالمقابل الآن هنالك مواجهة كبيرة جدا تجري مع ممرات الفساد السابقة، وكذلك بالمقابل المسيطرين على موارد الدولة إن كانت منافذ حدودية إن كانت موارد مالية إن كانت كذلك موارد نفطية إن كانت موارد اقتصادية. نعم. وهذا بالتالي التحدي بين الدولة واللا دولة وما بين هاتين القوتين، يعني تستثمر هذه الأطراف الصغيرة حقيقة من جهة والأطراف المتوسطة والمسلحة سيد علاوي في تحدي آخر يعني أستاذ علاوي في تحدي آخر وهو حفظ أمن البعثات والسفارات الأجنبية في العراق وبالتحديد الأمريكية، مع هذا التهديد التي واجهته العراق إلى أي مدى سيتأثر العراق سياسيا وأمنيا وربما أيضا اقتصاديا ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إذا أغلقت واشنطن سفارتها في بغداد؟ يعني أكيد السيد رئيس الوزراء استطاع خلال المرحلة الماضية من تهدئة الهواجس الموجودة لدى المجتمع الغربي الدبلوماسي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالمقابل العودة إلى عمليات القصف
قد يعطي إشارات غير طيبة مرة أخرى، وقد يثير الجدل داخل كذلك شركائه وأصدقاء الحكومة العراقية الذين دعموا العراق في الاقتصاد وكذلك في الأمن وكذلك في مواجهة جائحة كورونا. وبالتالي هذه تحديات مكلفة جدا للدولة، لأنه أي خروج أو إغلاق أو تجميد للبعثة وعملها هنا في العاصمة بغداد معناها أن العملية السياسية قد فشلت. هذه النقطة الأولى. القضية الثانية وهي القضية الاقتصادية، لن يستطيع العراق من استدانة أي أموال من خارج الحدود، لأن هنالك تحديات كبيرة تواجه التزامات العراق، وهي أن يكون هنالك الطرف الوسيط الداعم. والطرف الوسيط الداعم لعبت الولايات المتحدة الأمريكية بسنوات عديدة من أن تلعب هذا الدور، سواء من المؤسسات المالية الأمريكية أو كذلك من دور الولايات المتحدة الأمريكية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك علاقتها مع المصارف العالمية. وهذا بالتالي ما جعل الاقتصاد العراقي يقف ويقف على ذاته. نعم نمتلك النفط، لكن النفط في الأرض، وليس النفط أنه هو سلعة من الأموال يستطيع الحكومة العراقية أن تغرف وتحضر النقود. وكذلك بالمقابل قضية الدولار الذي في حال انقطع سيرفع الغطاء المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي، وهذا ما سيشكل تحدي كبير إلى الدولة العراقية. والقضية الأخرى والمهمة وهو خروج الشركات القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الغربية والعربية حتى الإسلامية منها، وبالتالي هذا يعني معناه أنه ندخل في نفق كبير جدا. وهذا بالتالي ما يجعل رئيس الوزراء على مدى 24 ساعة هو يعمل على هذا الموضوع، واستطاع خلال الخمسة أيام الماضية من السيطرة على الموضوع. لكن بالمقابل أن تعود هذه العمليات مرة أخرى، نتوقع هذا تحدي كبير للدولة، وهذا بالتالي صعب جدا أن تتحمله كذلك القوات المسلحة العراقية. هذه القوات وصلت الفكرة سيد حسين. الثاني المقبل يمضي 100 سنة على القوات المسلحة العراقية والجيش العراقي. كل الشكر لك أستاذ الأمن الوطني سيد حسين علاوي، كان معنا من بغداد. وننتقل إلى أزمة أخرى متجددة في العراق، وهي تأخر رواتب الموظفين الحكوميين التي تحولت إلى كرة تتقاذفها وزارة المالية العراقية. تقول الوزارة إن على مجلس النواب المصادقة على مشروع قانون الاقتراض الذي وصفه نواب بأنه هلاك سيؤدي إلى إفلاس العراق. إلى التفاصيل. تسابق حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزمن لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الجاري، والتي تتطلب شهريا نحو 4 مليارات دولار، لكن من دون جدوى، وذلك بعد مرور العراق بأزمة مالية إثر تراجع إيرادات مبيعات النفط بسبب جائحة كورونا. ويعتمد العراق على النفط في تمويل نحو 98% من موازنة الإنفاق السنوية، وبسبب هبوط أسعار النفط عالميا خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها الشهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند هذا الحد، إذ أسهم اتفاق أوبك في تعميقها بعدما ألزمه بالتخلي عن نحو ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض في الأسواق. ووفق إحصاءات سابقة، هناك 3.5 مليون موظف حكومي ومليونان ونصف مليون من المتقاعدين، وإجمالا هناك 25% من المواطنين يعتمدون على الحكومة في تأمين رواتبهم الشهرية، وهي نسبة عالية. ووصفت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة لتمويل رواتب الموظفين بأنه هلاك قريب وإفلاس للعراق. وقالت اللجنة المالية في بيان إنه في الوقت الذي كان من المفترض على وزارة المالية تطبيق نصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان، إلا أن اللجنة تفاجأت بمشروع قانون اقتراض جديد، وكأن عمل الوزارة هو الاقتراض فقط. ورفضت اللجنة المالية محاولة وزير المالية رمي الكرة بملعب مجلس النواب بعد ربطه لقضية توزيع رواتب الموظفين بتمرير قانون الاقتراض. إذن
لمناقشة الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي صفوان قصي من بغداد، ومن عمان ينضم إلينا أيضا الخبير في الحوكمة السيد مازن سعد. أهلا بكما معنا. لنبدأ معك سيد صفوان، يعني إفلاس العراق، هذا يعني ما هو الذي يقلق الشعب العراقي اليوم؟ وتأخر الرواتب وربما عدم استلام الرواتب، لماذا تلجأ الحكومة إذن لهذه الحلول باللجوء إلى الاقتراض في كل مرة؟ هل هذه هي آخر الحلول أم أسهلها؟ طبعا بالتأكيد يعني عمليا الحكومة تواجه عدم وجود موازنة، وأيضا تواجه انخفاض إيراداتها بنسبة 50%، وكذلك بالتأكيد الحكومة لم تتبع سياسة علمية في عملية إدارة السيولة. يعني للأسف وزارة المالية في السنوات السابقة وعلى مدار أكثر من 70 سنة لم تستخدم أسلوب إعداد كشف التدفقات النقدية بحيث تعلم من أين ستأتي هذه الأموال وأين ستذهب. نلاحظ أن إدارة السيولة في البيئة المحلية كانت مرتبكة منذ بداية 2020، وآخر هذا الارتباك أدى إلى أن الحكومة تقوم بعملية تمرير قانون الاقتراض الأول، اللي هو أتاح لها فرصة البقاء على قيد الحياة لمدة 3 أشهر، واستنفذت عن الأموال 15 تريليون ذهبت إلى بند تعويضات الموظفين، وكان يفترض على وزارة المالية أن تتبع أسلوب أكثر عقلانية في عملية إدارة هذه السيولة، بحيث تقوم بعملية تقييد السيولة التي تتأتى من مبيعات النفط إلى بند تعويضات الموظفين حصرا. لكن لاحظنا أنها استمرت بالإنفاق على مستوى جميع البنود، المستلزمات السلعية، المستلزمات الخدمية، بنسبة 1 إلى 12 من موازنة 2019 العالية الإنفاق أصلا. فللأسف يعني حاليا الحكومة تحاول تمرير قانون اقتراض ثاني حسب ما متداول 28 تريليون بالاعتماد على السياسة النقدية اللي متوفرة في البنك المركزي. للأسف أيضا البنك المركزي لا يستطيع إدارة طلبات الحكومة بالتمويل المستمر بالاقتراض، لأنه إذا قام بهذا الفعل بالتأكيد نحن ذاهبين أمام ضعاف الاحتياطي، احتياطيات البنك المركزي. عملية أضعاف الاحتياطي تعني أن العراق مقبل على تضخم، انخفاض قيمة العملة، مشاكل مالية نتيجة وجود تعاقدات بالدينار العراقي، وأيضا لدينا مشكلة في عملية إدارة المرحلة 2021. فعمليا يفترض على الحكومة أن تباشر في عرض ورقة الإصلاح الاقتصادية التي يفترض أن البرلمان يناقش هذه الورقة، ومحاولة إدارة الأموال بطريقة أكثر علمية، لأننا الآن في القرن 21 وليست لدينا كشف تدفق نقدي على مستوى الأموال التشغيلية والتمويلية والاستثمارية. فكيف البرلمان الحالي والسابق مرر قانون الموازنة بدون دراسة علمية لكشف التدفقات النقدية؟ نعم. سيد مازن، لنأخذ رأيك بخطوة الاقتراض، هل ستعالج العجز المالي الراهن في البلاد، أم أنه قد حان الوقت لربما للبحث عن مصادر بديلة تدعم ميزانية الدولة؟ اهلا وسهلا بك اختي وب يعني ضيوفك الكرام وبقناه الشرقيه. انا اعتقد الحل هو جدا سهل بكل امانه، بس علي من هذا الحل؟ لاصحاب القرار الصحيح، الناس اللي تعرف تحلل المعلومه وتبنيها وتخلي خطه كيف تقدر تعبر الصعاب والتحديات. في كل امانه المنظومه الحاليه للدوله، سواء من الطاقم الوزاري كاملا الى وزاره الماليه، ومع كل جل احترامي وتقديري واعتزازي بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وهو رجل بمواصفات عالية جدا حقيقة، الطروحات اللي دا يطرحها بكل أمانة تحسيها بأنه غير جاهزة بأنه يقدر ينطفد موقف ثابت. يعني ماكو تارجت معين، ماكو زمن يقول أنا راح أطلع في الوقت الفلاني وأوقف الاقتراض وأبدي أجبي واردات وأبدي أسدد الديون. هذه الرؤية اللي موجودة المعومة بكل أمانة، البرلمان غير قادر على تشخيصها بطريقة صحيحة، والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أيضا قدر الإمكان مدى ينطي وعود على هذا الموضوع. لذلك إذا أجينا هل من الممكن أن نجد حلول بديلة؟ ما في شك أكو حلول بديلة، سواء كان من زمن رئيس وزراء السابق عادل عبد المهدي إلى حد الآن، الكل كانت المؤشرات تقول أنه البلد رايح إلى الهاوية. الآن إحنا اليوم أيضا
ايضا واقعين بها، وكل ما تبقى من السله الاحتياطيه سله المواطنين يريدون يروحون يكوشون عليه وفقط يدفعون الرواتب لنرى ماذا سيحصل. العالم وين واصل حقيقه؟ العالم يناقش كيف انه نقدر نطلع من الازمات ونخطط لبلداننا، احنا فقط نخطط كيف نقدر ننطي الرواتب، وبالنتيجه اذا خلصنا هذه السله ما راح يكون عندنا شيء ثاني نقدر نتكلم عليه. لذلك انا اناشد حقيقه واتمنى ان تكون ثوره اداريه كامله على كل الطاقم الدوله، سواء من كابينه رئيس الوزراء الى البرلمانيين الى الناس اللي موجودين في الدوله. نقول لهم بعد 17 سنه حقيقه كنتم غير قادرين على انه توفرون قوه المواطن، عليكم ان تكونون جريئين وتفضل خبزة المواطن على الكرسي اللي أنت قاعد تشتغل عليه. لذلك بكل أمانة يعني لكم سقف حقيقة هو ليس تهديدا ولكن لغة قد تكون شوية صعبة أمام مسامعهم، لكم سقف. إحنا الآن في شهر حقيقة يعني في الربع الأخير من السنة، المفروض عندكم الربع الأول من السنة القادمة عليكم أن ترجعون 10 مليارات من الديون حتى نفتهم بأنه أنتم فعلا إجيت وخليتوا خطة وماشيين باتجاه الصحيح. خلاف ذلك عملية الفلوتينج التعويم هذا مو صحيح، وهذا بكل أمانة يعني الشعب والحكومة مع بعض عليها أن تنتبه من هو الشخص اللي جاي يسيء الإدارة وما جاي يقدر يحقق يعني ما يصبو إليه الشعب. لذلك الآن آن الأوان بأنه نعمل معاكم بلغة الأرقام والمؤشرات، لديكم منا إلى نهاية السنة لا نريد اقتراض. يعني عليكم أنت سيد مازن أعطيت سقفا زمنيا لكن دون حلول، ما الحلول يعني المقترحة برأيك للخروج من هذه الأزمة؟ برأيي أكيد أنا عندي حل بكل أمانة، وتكلمنا أكثر من مرة، الحل جدا سهل، أنه أنت لمجرد تحلل البيانات الصحيحة وتخلي الخطة مالتك كيف تقدر تنمي إدارة دولتك بالطريقة الصحيحة. دولة الخدمات يعني دولة الجبال الصحيحة، أقدم خدمات صحيحة حتى أقدر أخذ، أبو الكهرباء ما يقبل يدفع لأنه أساسا يشعر نفسه أنه ما محصل الخدمة، ونفس الشيء أبو المي، ونفس الشيء أبو مسجل الشركات، ونفس الشيء أبو الأمانة، ونفس الشيء كل آليات الدولة تعمل بطريقة صحيحة إذا قدرت توفر الخدمة للناس. من هم القادرين على توفير الخدمة؟ هو الطاقم البديل لمن يقود الدولة حاليا، موجودين خبرات جدا كبيرة بالدولة ولكن نتيجة المنظومة السياسية حقيقة أنه ما جاي يأخذون فرصتهم. لذلك الدولة إذا ما تروح باتجاه منظومة استشارية كبيرة وغرف دائفة لإدارة الأزمات من داخل مجلس الوزراء، أنا أسأل سؤال، هل الآن أمام مجلس الوزراء أكو كابينة أو أكو غرفة كبيرة أو شاشة كبيرة تنطيني ما هي التحديات وما هي الأزمات؟ أكيد لا، كلنا نعمل بطريقة المحاولة والخطأ. وأنا أقول بعد ما ممكن تستمر بهذه العملية، إذا الحل ممكن يصير وبسهولة. نعم، لأن الكثير ينادي بالتأكيد لنقول لجنة لإدارة الأزمات أو أشخاص لإدارة الأزمات، مستشارين. نعم، مستشارين. سنأخذ رأي السيد صفوان. سيد صفوان، إلى أي مدى يتحمل الفساد مسؤولية ما يجري من تراجع حاد في الاقتصاد العراقي؟ بالحقيقة يتحمل جزء كبير، يعني الفساد في التشريعات التي سمحت للحقيقة ضعفاء النفوس في عملية الاقتناء على حساب المال العام، بالتأكيد عملية تفعيل دور أجهزة الرقابة في عملية فرض سلطة القانون على إيرادات الدولة الاتحادية. نلاحظ أن هناك ملفات على مستوى تهريب النفط، على مستوى عدم محاسبة إقليم كردستان على العائدات بدقة وعرض إيرادات بشفافية، هناك فضائيين، هناك ملفات عديدة يعني أدت إلى سرقة هذه الأموال. لكن الأخطر هو عملية سوء إدارة الأموال. بالتأكيد نحن بحاجة إلى منظومة كاملة، إعادة تأهيل فنية إلى وزارة المالية وجميع الوزارات الاتحادية. مسألة حوكمة الإجراءات وشفافية البيانات بالتأكيد ستساعد في عملية القضاء على الفساد أو الحد من الفساد. العراق تدفقت لديه أكثر من 1,000 مليار دولار خلال السنوات السابقة، هذه 1,000 مليار أهدرت بمعظمها ولم نلاحظ تنمية اقتصادية حقيقية أدت إلى وجود أكثر من 30% من نسبة الفقر. فمثل هذه الإجراءات بالتأكيد الفساد يقف أمامها. عمليا نحن نطالب الحكومة حقيقة بعملية عرض الورقة الإصلاحية والتي تتضمن خيارات من ضمنها فك ارتباط
الاحتياط قسم من الوزارات الاتحادية مع وزارة المالية، على اعتبار أن هذه الوزارات تستطيع أن تمول نفسها بنفسها كوزارة النفط وأمانة بغداد، الأوقاف الدينية، وزارة الزراعة، وزارة الاتصالات، هناك العديد من الوزارات لديها موارد ذاتية وتعطي رواتب أعلى من بقية شرائح الوزارات وتعطي حوافز أيضا، ووزارة المالية تقف دون الدفاع عن حق الوزارة أو حق الأموال العامة، وأيضا قانون المجالس المحافظات الذي أتاح فرصة لخلق إيرادات محلية دون تخفيض عملية تمويلها من الموازنة الاتحادية. عمليا نحن أمام مشاكل يفترض أن نقف ويعاد تنظيم القوانين العراقية بحيث تكون هناك علاقة بين الإيرادات الثابتة والتكاليف الثابتة. لا توجد إدارة علمية في عملية إدارة الثروات، يعني هناك إيرادات متغيرة تمول تكاليف ثابتة، وهذه العلاقة يفترض أن البرلمان العراقي يطالب وزارة المالية على لسان وزير المالية يحاول الآن إدخال الموازنة، موازنة البرامج، على أساس أنها جزء من حل مشكلة الفساد. وبالتأكيد تأخرت وزارة المالية كثيرا في عملية الانتقال من موازنة التقليدية، موازنة البنود، إلى موازنة البرامج. فعمليا يفترض أن نكون أكثر جدية في تبني هذا المقترح، وأن تقوم الوزارات الاتحادية بتحويل الأنفاق العام على أساس البرامج، نعم، لكي يظهر لنا كلفة البرنامج وأين يتم هدر الأموال. نعم نعم. سيد مازن، ذكر الأستاذ صفوان ملف الفضائيين، كيف من الممكن إنهاء هذه الظاهرة؟ داتا، يعني انطيني داتا خلي احللها صحيح، خلي اجي اسوي governance صحيح على بيانات الدوله، ومن ثم انا بس خلي انطيني الرقم الوطني الان اللي هو الكور، نسميه الكور داتا لهذه الدوله، ما عندي مشكله فيها. هذا الرقم الوطني اللي اطلع به الفضائي، من يعمل في الوزاره الفلانيه، من ياخذ المعونه الاجتماعيه، من يدفع ضريبه، لا يدفع ضريبه، الغير. لذلك السيطره عليه هو فقط بالداتا، ما عندي غير اي امور اخرى. فحوكمه واداره بيانات الدوله هي الكفيل الوحيد اللي يقدر يدير الدولة. وكم تملك الدولة من هذه المهارات ومن هذه الآليات تقترب إلى بدايات 1% وليس حتى 10%. وتعرفون حضرتكم، يعني أنتم شايفين حقيقة طريقة إدارة الدولة بطريقة المحاولة والخطأ وبالطريقة الفوضوية، بكل أمانة خليتنا في يعني في الذيل الأخير من الإدارات بالعالم. لحد اليوم إحنا محصلين الرقم الأخير بالعالم في ضعف سرعة الإنترنت. هذا المؤشر اليوم طلع عندنا في سرعة الإنترنت، احنا في ذيل القائمه. اذا اكو 190 دوله فاحنا رقم 190. لذلك الداتا مانجمنت نسميها داتا اناليسيس وداتا مانجمنت، يعني تحليل واداره البيانات، هي الكفيله اللي تخليني كيف اسيطر على الفضائيين رقم واحد، ومن ثم الولوج الى الاكتفاء الذاتي. كل مؤسسه بالدوله غير قادره على انه تغطي مصاريفها وما تتحول الى مؤسسات ربحيه، يجب ان تغلق بما فيها وزاره الدفاع. قد يكون الموضوع مضحك، وزاره الدفاع عليها ان تبحث في موارد في تجيب البزنس، خلي عندهم قوة بشرية كبيرة، خل تطلع تبلط لشوارع، تبني لمجمعات، تسوي أي شيء آخر. ونفس الشيء وزارة الداخلية، خلي تفكر في بزنس موديل صحيح، تقلل جزء من عبئها الكبير على الدولة بأنه تأخذ فقط ميزانيتها من الحكومة، وما واردات تجي من المرور أو من شركات الحماية أو غيرها ما تأخذها بنظر الاعتبار. لذلك أي مؤسسة بالدولة عاجزة غير قادرة على أنه تقتات على ميزانية الدولة، تصنف في حكم الإدارات بأنه مؤسسة فاشلة، وزارة فاشلة، مديرية فاشلة. لا نبحث عن مبررات، خلينا نخلي هذا التارجت اللي نقدر نشتغل عليه، نقول الوزارة الفلانية أن تكتفي ذاتيا، ومثل ما تفضل الأستاذ صفوان أكو وزارات منتجة. ومعيب جدا أنه تشوف أنت وزارة الاتصالات البترول الثاني في كل العالم تخسر مطلوبة إلى المالية، ووزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والتعمير، وغيرها وغيرها. هذه المؤسسات والوزارات كاملة إذا لم تكتفي ذاتيا، فمن الأخلاق ومن المنطق أن تحول إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكونون مشمولين فقط بالرعاية الاجتماعية، لأنه ناس عاجزين عن إدارة الدولة بكل أمانة. لذلك موضوع الداتا حقيقة هو اللي يخليني أفكر كيف مؤسساتي، كيف أقضي على الفضائيين، كيف أقضي على الفساد، وكيف أولج إلى الاكتفاء الذاتي لكي تكون مؤسستي ووزارتي ودولتي مستدامة. سيد صفوان، في ظل عجز الحكومة عن دفع رواتب
موظفينا اليوم، هل بات الحديث عن إنشاء لربما مشاريع خدمية شيئا من الخيال؟ هل ستتحول ميزانية العراق إلى موازنة تشغيلية فقط؟ حقيقة يعني عمليا يفترض أن تفكر الحكومة بعرض الموازنة الاستثمارية للاستثمار من خلال القطاع الخاص. المصارف العراقية العامة والخاصة تمتلك سيولة عالية، وهناك مدخرات أيضا متوفرة لدى العراقيين أكثر من 40 تريليون متداولة في السوق العراقية. يفترض أن هذه السيولة يتم تحفيزها للمصارف لكي تكون هناك عملية تنمية، وأن تكون المصارف شريك استراتيجي للموازنة الاستثمارية. للأسف الحكومة لا تستطيع حاليا أن تمول الأنفاق الاستثماري، فيفترض أن يتم إدخال شريك في هذه الموازنة اللي هو القطاع الخاص النظامي. القطاع الخاص النظامي والاستثمار المحلي والاستثمار الإقليمي والاستثمار الدولي. لاحظنا حكومة الكاظمي تحاول وضع العراق على سلسلة التجهيز العالمية بزيارته لواشنطن. عرض الحقيقة عمليا هناك إمكانية لإدارة هذه الثروات من قبل شركات استثمارية عملاقة. ما يعوزنا الحقيقة بيئة قانونية استثمارية تشريعية مستقرة لكي يتحفز الاستثمار الإقليمي، ونمتلك علاقات جيدة مع دول المنطقة في تحويل العراق إلى منطقة جذب لهذه الاستثمارات. لدينا طاقات معطلة في جميع الوزارات الاتحادية، لدينا طاقة نفطية يفترض أن تتحول إلى مشتقات نفطية، إلى بتروكيماويات. العلاقة الآن بين العراق والأردن ومصر بدأت تأخذ حيز الحقيقة الفعلي، بمعنى أن هناك محاولة لإنشاء مدن صناعية تمول من خلال الشركات العالمية، وأيضا هناك منحة البنك المركزي. هناك أكثر من 2 تريليون متوفرة من الأموال بإمكان الخريجين أن يملكوا داخل هذه المدن الصناعية قطع أراضي وتكون محمية من الدولة، وهناك أموال لدى البنك المركزي بإمكانها أن يعطيها لهؤلاء بأسعار مخفضة أو شبه مجانية، ونحرك العجلة الاقتصادية. عمليا القطاع الخدمي للأسف كان يعتمد بالتأكيد على الإنفاق العام من خلال بند الرواتب. هناك رواتب على مستوى الدولة العراقية أعلى رواتب بالعالم، يعني 4 مليون موظف يقتنون أكثر من 50 مليار دولار سنويا، طبعا ضمن عناوين الرعاية الاجتماعية والتقاعد والمنح، وهي أيضا جزء منها هي تذهب إلى الفاسدين، على اعتبار أن الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال لا تذهب إلى مستحقيها. هناك ضخ لأكثر من 10 مليار دولار سنويا إلى من يسمون بالضعفاء أو لا يستطيعون إعالة نفسهم، وهم يمتلكون وظائف في السوق غير النظامية. فعمليا أشار الأستاذ إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة على مستوى جميع أبناء الشعب العراقي لكي نعلم من هو هذا العاطل، ما هي مهاراته، لماذا لا يعمل، ما هي الفرص المتاحة لاستغلال هذه الطاقات. فعمليا نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لجميع الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية، وحكومة الكاظمي نعول عليها أن تحاول أن تغير مسار الإنفاق العام بحيث تكون شريك للقطاع الخاص. نعم. القطاع الخاص لديه قدرات معرفية ويستطيع الانفتاح على دول العالم. باستطاعتنا إعادة تأهيل هذه الخدمات الرديئة الحقيقة موجودة في البيئة المحلية من خلال الاستثمار. نعم سيد مازن، يعني تحدث سيد صفوان عن هذه الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في محاولة للخروج من هذه الأزمة المالية. إذا ما سألتك، أننا يعني لغاية الآن نتكلم عن حلول طويلة المدى، نريد حلول سريعة لهذه الأزمة، ما هي برأيك؟ الحلول السريعة سدينا كالآتي، قد تكون غريبة هي ولكن نحن مجبرين عليها. وزير المالية غير قادر على حل المشكلة، يطرح عطاء بأنه الدولة بحاجة إلى وزير مالية يسد لنا الديون بثلاثة أشهر يعني ويوفر الرواتب دون الاستدانة. إذا حصلنا هي شخ، وهم كثروا في العراق بكل أمانة، يزعلون ما يزعلون هم كثروا، من قادرين على أنه وزير النفط غير قادر على إدارة الملف، نطرح عطاء من يأتي ويكون ملف. لازم نطلع حقيقة من المنظومة السياسية بكل أمانة، اللي بعد 17 سنة
وحتى ما قبل 17 سنة. زين واضح جدا بأنه هاي المنظومة غير قادرة على العراق. لو 2010 بدأ يشتغل بطريقة صحيحة ولو إدارت البيانات ووصلنا إلى الإدارة الذكية في الدولة الآن إحنا ما مطلوبين. كان المفروض عندنا 500 مليار دولار في الصندوق السيادي فائضة، وإلى حد الآن إحنا ما منتبهين إلى العملية حقيقة. يعني دون الولوج والرجوع إلى الإدارة الذكية للدولة، السمارت مانجمنت أو السستينبل سيتيز، الإدارات المدن الذكية، ما ممكن ندور حقيقة البلد. ليش؟ لأنه هذه المنظومة لا يديرها سياسيين، يديروها ناس تكنولوجيست وهم أعلى من التكنوقراط الذين يستطيعون أن تكون لغة المؤشرات ولغة الأرقام هي الأساس أوكي في إدارتهم. لذلك ما عندنا حل غير أنه نطرح عطاءات بأنه الدولة في كارثة بحاجة إلى ناس تنقذها. كل تقديري وكل حقيقة يعني تقييمي لكلام السيد صفوان، بكل أمانة السيد صفوان تكلم وكأنه الأمور هي جدا حقيقة فيها أمل. بكل أمانة أنا أقول أحذر، أختلف معاه، يعني أحترم كل اللي يتكلم به وسلسلة الداتا اللي يتكلم بها وهو عين العقل، ولكن أستاذ صفوان اليوم إحنا بحاجة إلى ثورة في القرار. بكل أمانة ثورة القرار هي اللي راح تقدر توصل. صدقني لا راح البنك المركزي يقدر ينفق بطريقة صحيحة، ولا مشاريع المدن الصناعية راح تكون جدا صحيحة. لا، نحتاج ناس حضرتك تجي بهذه الإمكانية المتفتحة، زين تكون تقود لك فت سكتر معين وتقدر تولج من خلال الكلام اللي يتكلم، تقدر تولج إلى قرار صحيح. ومثلك موجودين ناس لكن بالدولة ما موجودين، أحكي لك إياها بكل أمانة. لذلك الآن حتى الفرصة مؤاتية بأنه نغير طواقم السياسة. انتهت بالعالم، ماكو سياسة اليوم تدير العالم أبدا. المؤشرات والأرقام زين والولوج إلى الإدارات الذكية هي اللي جاي تدير العالم. فالوقت مناسب بأنه يغادرون بكل أمانة حقيقة، يغادرون ويتركون فرصة لمن يستطيع أن يتحمل المسؤولية ويكون حقيقة حامل لهذه المسؤولية أمام هذا الشعب الفقير. نعم سيد صفوان، نريد حلول سريعة لحل الأزمة المالية ودفع رواتب الموظفين، ما هي؟ الحقيقة البنك المركزي يعني عندما نطلع على المركز المالي للبنك المركزي 31/8/2020 نلاحظ أن هناك أرصدة حكومية بمقدار 7 تريليون. بإمكان الحكومة الآن أن تطلق رواتب شهر أيلول، لكن المشكلة ليست في شهر أيلول، في شهر تشرين الأول. بالتأكيد على الحكومة اتباع سياسة مغايرة للسياسة الحالية. مثلا على مستوى صناديق التمويل الذاتي، هناك السيولة متوفرة لدى صناديق التمويل الذاتي، ولا نعلم لماذا تم تعطيل إطلاق الرواتب لجزء من هذه الشركات التي تمول نفسها بنفسها، على اعتبار أن الاستقرار الاقتصادي يتم إعانته من خلال إطلاق الرواتب. فعمليا هناك مجموعة من الحلول، وبالتأكيد نحن بحاجة إلى حكومة ذكية، لكن الواقع يختلف عن الطموح. يعني هناك من يحاول التمسك بالمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة. من خلال شاشتكم والشاشات الوطنية نحاول تعديل المسار، تعديل مسار الحكومة، ولا بأس أن يكون هناك متخصصين لإدارة هذه الوزارات. وإذا عجز صاحب القرار عن إدارة الوزارة بإمكانه أن يعني يعلن أنه غير قادر على إدارة مثل هذا الملف، ولا بأس أن يتصدى لهذا الملف من هم قادر وضمن جدول زمني لتعديل المسار. فالحكومة لديها مجموعة من الحلول، علينا أن نباشر في أن تكون أكثر شجاعة هذه الحكومة في عرض هذه الحلول وإجبار الوزارات الاتحادية على عدم الإنفاق على بنود أخرى إلا بعد استحصال موافقة لجنة الطوارئ المالية. يفترض على الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ المالية، لأن هذا الفشل في تسديد رواتب الموظفين أدى إلى يعني المساس هيبة الدولة. هيبة الدولة عندما تكون حقوق الموظفين معطاة في الوقت المناسب. فعمليا يبدو أن وزارة المالية لا تعمل ضمن سياسة التدفقات النقدية التشغيلية. إذا انخفضت ما هو البديل؟ يفترض أن نستعين بالاستثمارية، لماذا لم يتم استثمارها؟ أين هي مصادر الدخل الناتجة من الاستثمار؟ لماذا لم يتم المحاسبة عليها؟ الجهاز الرقابي في العراق أيضا بحاجة إلى إعادة تأهيل لكي ينبه متخذ القرار بأننا سنفشل في عملية تسديد الرواتب منذ وقت مبكر. لكن عمليا مرور هذا الموضوع والاقتراض والبنك المركزي، نعم، يعني يفترض أن يكون مستقل ويدافع عن سعر الصرف ولا يتبنى سياسة الخضوع إلى الحكومة
ونؤدي إلى إضعاف قيمة العملة وستنهار قيمة الدينار العراقي إذا استمرينا بهذا الاتجاه. سيد مازن، يعني هل تعتقد أن خزينة الدولة ووارداتها لم تعد كافية اليوم لسد حاجة العراق من الأموال وأقلها دفع رواتب الموظفين؟ الحكومة غنية والموارد غنية، مشكلتنا في إدارة هذه الموارد وفي عملية جبايتها وفي عملية تقديم الخدمات حتى نقول للمواطن قدمنا لك الخدمة الفلانية انطيني. فمشكلتنا البلد غني والبلد حقيقة في موارد كبيرة جدا، وهذا ما يراهن عليه السياسيون، ولكن بدون تخطيط علّه تجي رحمة من السماء والبلد ينهض أوكي، أو تجي أي أي أي, أي فاد يعني فتشي عمل مفاجئ بالعالم ونطلع مثل ما طلعوا بال2008 و2009 عندما كانت أسعار البترول 130 و140 دولار. لذلك بكل أمانة هل نستطيع؟ نستطيع. وخلال جد الآن بتغيير وجهة نظر الحكومة في التوجه الصحيح بالإدارة ممكن يحلوها. نبدأ في الجباية، نبدأ أي جباية طبعا، مو الجباية القصرية، جباية الخدمات اللي أنا أنطيها. البلد يجب أن يكون به سياج جمركي واحد، ماكو شيء بالعالم أكو سياجيين جمركيين، وأكو عندك في كردستان وأكو عندك في العراق، إضافة إلى أكو بعض المنصات في داخل المنافذ. هذه مصير يجب أن تكون تعرفة الجمرك صريحة جدا وواطئة، بدل ما تروح للتهريب تروح إلى الدولة، ممكن ننزل إلى 3-5% حتى نبني قواعد بيانات جدا صحيحة، ومن ثم ننطلق على حوكمتها والعمل بها. نفس الشيء يعني ترسيم المؤسسة، ترسيم الشركات وغيرها، هواية فرص حقيقة نقدر نشتغل عليها إذا ما قدرنا أنه نقدم خدمات مقابلها، نكون يعني جريئين أمام المواطن، نقدر نستحصل هذه الموارد وغيرها حقيقة. طرق الاستثمار طرق جدا كبيرة ستدينا، يعني لا يسعني الحديث أنه يعني أنا أتكلمها، ولكن مشكلة لتنا في التخطيط لإدارة هذه الموارد بكل اختصار. الموارد موجودة 100% والبلد لا يفقر، ما ممكن يفقر، يفقر إذا أجينا إذا بقينا على هذه الإدارات بكل أمانة، وهذا التحذير. إذا بقينا بهذه الإدارات فما في شك إحنا رايحين إلى هاوية. فلذلك we are targeting، نحن حقيقة نستهدف الإدارة، غيروا المنظومة الإدارية البلد في خير. نبقى بهذا الشكل نحذركم إذا مو حقيقة يعني نطلب بأنه يكون سقوف زمنية لمحاسبة من يسيء إدارة الدولة. سيد صفوان، ما رأيك بما جاء بها السيد مازن، وهل تعتقد أن خزينة الدولة فعلا خاوية لسداد رواتب الموظفين هذه الأيام؟ الحقيقة الخزينة ليست خالية، لكن هناك متغير دولي قد يؤثر على الاقتصاد العراقي، هو عبارة عن الحقيقة يعني قبول المجتمع الدولي بالنظام السياسي في العراق، عملية التهديد بسحب السفارة الأمريكية والسفارات الأوروبية قد يؤشر على مخاطر جمة الحقيقة، من ضمنها أن إيرادات العراق النفطية التي تتأتى من مبيعات النفط قد لا يستطيع العراق تحصيلها إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة عن الأموال العراقية. هناك ديون خارجية من الممكن أن يتم مصادرة الرصيد البنك المركزي في الخارج، ومن الممكن أيضا أن يتم يعني حجز أموال التدفقات النقدية التي تتأتى من مبيعات النفط العراقي. فنحن أمام مشكلة مالية حقيقة طارئة، يفترض على الحكومة أن تدرك الواقع السياسي وأن تحاول يعني حماية هذه البعثات الدبلوماسية لكي لا يخضع العراق إلى بند العقوبات الاقتصادية مجددا. وبالتأكيد نحن غير قادرين على مواجهة مثل هذه العقوبات باعتبار أن النظام السياسي لا يزال غير يعني قادر على ضبط الأمن في جميع بقاع العراق، فقد نلجأ إلى عملية يعني الفوضى الشاملة. فيفترض على الحكومة أن تحاول المسك على الملف الأمني بيد من حديد، وأن تحاسب من الذي يحاول أن يدفع بالعراق إلى الهاوية. وأيضا عمليا الحكومة قادرة على طمأنة الموظفين بإطلاق رواتبهم حتى لو كان السحب على المكشوف، لأن البيئة الآن غير مستقرة، فعمليا قد يستغل هؤلاء الموظفين في زيادة نقمة الشارع العراقي على النظام السياسي، وقد تؤدي هذه العملية إلى ما لا يحمد عقباه. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي صفوان قصي والخبير في الحوكمة سيد مازن السعد. نلتقانا غدا بإذن الله، إلى اللقاء.